تعالى بقى اخدك على انتوا بدأتوا ازاي؟ الفكره جت في دماغكوا ازاي؟ كان عندي شركه بتاعت تجاره الكترونيه، كانت بتساعد الناس انها تجيب حاجات من بره مصر. اوكي. من امريكا، من انجلترا وكده. وكنت بعاني جدا من الخدمات اللوجستيه. جدا. ليه؟ عشان كنت شركه صغيره. ولغايه ما جاء كنا في سنه 2015، حضرتك عارف التجاره الالكترونيه اكتر وقت فبتبيع في البلاك فرايداي وفي السيزون بتاع اخر السنه، وحصل عندنا اوردرات كتير وكنا مبسوطين والدنيا جميله وزي الفل. فجاه الشحنات بتاعتنا ما بتوصلش. في يا جماعه كلمنا طبعا الشركه اللي احنا شغالين معاها، الشحنات دي فين؟ قالوا لنا للاسف احنا مش هنقدر، عندنا باكلوج، عندنا شحنات كتير جدا، فمضطرين ان احنا نبريتورايز، يعني في شحنات بتاعت شركات كبيره بدون ذكر اساميها، يعني ابدا ارتب اولوياتي بمنظوري في القلق. للاسف انتم مش هنقدر نطلع لكم حاجتكم دلوقتي. طب هاتوها. لا، ما احنا الدنيا بايظه مش عارف نرجعها لكم حتى. فطبعا خسرنا خساره فادحه وحصل لنا مشاكل. فساعتها يعني والسبب الرئيسي لده ان هو كشركه مش فارق معاه الربحيه على قد ما فارق معاه انه ان الشركات الكبيره عنده هي اللي تفضل، عشان لو خسرها هتبقى خساره فادحه، عشان هو ما عندوش تكنولوجي يقدر يدير عمليات كتير قوي لشركات صغيره. هو عايز شركه كبيره تدي له شحنات كتيره وبس. والحقيقه هو ان في مصر ده اكبر خطا في البيزنس اصلا. بالظبط. ان 80% من سوق التجاره الالكترونيه في مصر على السوشيال ميديا. على الناس اللي بتبيع 10 شحنات، 20 شحنه، بالزبط. 30 شحنه، 40 شحنه، ومستعدين في اي حاجه بس شحنتهم توصل، وشحنتهم توصل بنفس الاكسبيرينس بتاعت الشركات التجاره الالكترونيه الكبيره. فساعتها انا قررت ان انا لازم ابني شركه بتخدم القطاع ده وتركز عليه، قطاع الصغيرين. حلو. وان احنا نبني كانت اكبر تشالنج عندنا، ازاي هتقدر تبني شركه تقدر تتعامل مع الاف، اصل دول بقى مش صغيرين، يعني شركه كبيره يعني شغاله في تجاره الكترونيه هيبقى عندها مثلا 200 300 الف شحنه. الكاستمر الصغير عنده 10 20. ايوه. فانت عشان يبقى عندك 200 300 الف شحنه من الصغيرين دول عايز لك 2000 3000. طب هتمانجهم ازاي؟ يعني هتديني ازاي تدخلهم عندك ازاي وكل واحد يمضي عقود؟ ازاي هترجع لهم فلوسهم؟ ما هي البضاعه دي ما بتوصل انت بتحصل فلوس طبعا. ازاي لو عندهم مشاكل؟ انت كده محتاج جيش خدمه عملاء. فالحل الوحيد هو التكنولوجي، ان تبقى الشركه دي عامله زي الروبوت. اوكي. مدخلاتها ومخرجاتها كلها الكترونيه، كلها ديجيتال. فده كانت البدايه. قلنا هنبني شركه تعمل كده، وهدفها والميشن بتاعتها انها تساعد الكاستمر الصغير ده انه يكبر، وان يبقى عنده نفس الاكسبيرينس بتاعت الشركات الاي كوميرس الكبيره. هايل. الحمد لله، يعني ناس كتير امنت بينا، كان اولهم والدي. وساعدني في الاول، بعد كده دخل معانا مستثمرين كبار جدا، يعني ما اعرفش ينفع اقول اسامي ولا اسامي الشركات ولا اسامي المستثمرين؟ ما هي اسامي، يعني شركات كبيره. ماشي. شركات كبيره ومستثمرين من امريكا ومن اوروبا ومن السعوديه ومن الامارات ومن مصر. هايل. ولمينا استثمارات تقريبا بحوالي 25 مليون دولار. ودلوقتي احنا اكبر، الحمد لله اكبر شركه في مصر، بنوصل تقريبا اكتر من 50 الف شحنه في اليوم ل 8000 شركه صغيره الحمد لله. ودلوقتي احنا وسعنا الشغل بتاعنا من مجرد ان هو توصيل، بقى احنا بنعمل لهم التوصيل وبنعمل لهم تخزين وفولفيلمنت، بحيث ان انت كمان ككاستمر صغير مش لازم تحط حاجتك في البيت، تعالى سيبها عند بوسطه واحنا هنوصلها لك، اما يجي لك بس الاوردر احنا بنغلفه وبنعمله وبنوصله. هايل. وبنرجع لهم الكاش اللي احنا بنلمه في تاني يوم الصبح، يعني الشحنه بتوصل تاني يوم فلوسهم بتوصل، فيقدر يشتري بضاعه تاني ويبيع اكتر. راس المال بتاعته تبقى اسرع وبتقدر يشتغل اكتر، وفي نفس الوقت انت كمان بتستفيد. واخر حاجه عملناها ان احنا عملنا شراكه مع شركه اراده للمايكرو فاينانسنج، بنسلفهم فلوس عشان يقدروا يكبروا البيزنس. فبقينا مش مجرد ان احنا شركه توصيل.